بارك عمرك ان شاء الله، يحفظكم ان شاء الله، يجزيكم خير، الله يكرمكم. Thank you.
كل عام وأنتم بخير. غدا إن شاء الله يعني أول أيام عيد الفطر السعيد. نسعد أن الله سبحانه وتعالى من علينا بهذا الشهر الفضيل، شهر رمضان، شهر الطاعات، شهر الصيام، شهر القيام، شهر الأعمال الصالحة إن شاء الله. بارك الله فيكم، تقبل الله طاعاتكم، جزاكم الله كل خير. كل عام وأنتم بخير. اللهم امين، اللهم فرج كرباتنا وكربات المسلمين في كل مكان، في بورما، في العراق، في سوريا، في اليمن، في مصر، في الجزائر، في تونس، في المغرب، في فلسطين، في الاردن، في كل مكان، في السعوديه، في قطر، في الامارات، في تركيا. اللهم فرج كرب كل مكان. انا ومنكم صالح الاعمال، تقبل الله طاعاتكم. منا ومنكم صالح الأعمال. الله يكرمكم إن شاء الله. يجزيكم الخير. اللهم أعد علينا رمضان سنين عديدة باليمن والبركات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا رمضان. يعني لم نغادر رمضان بعد واشتقنا لرمضان. صالح الأحمال، أخي عبد العزيز،
أخي محمد المساعيد بارك الله فيك. هذا المحراب يسمى محراب النبي، ويعتقد أن النبي عليه الصلاة والسلام أمن بالأنبياء والمرسلين، كان عددهم 124,000 نبي ورسول، يعني يعتقد أنه أمن هذا المكان. أما هذه القبة هنا، هذه تسمى قبة المعراج، يعني هناك من العلماء من اختلف من أين عرج عليه الصلاة والسلام إلى السماوات العلى. البعض يعتقد من هذا المكان قبة المعراج، والبعض يعتقد من قبة الصخرة الكبيرة، يعني قبة الصخرة إنما بنيت على صخرة بداخل القبة، وهذه الصخرة يعني يعتقد أن الرسول عليه الصلاة والسلام أورج به من السماوات إلى السماوات العلى من هذا المكان. نحن الآن يعني هذا المكان يسمى صحن قبة الصخرة، كل هذا المكان بني حول هذه القبة لخدمتها والقيام عليها. دائما هناك غرف للأئمة والخدمات والموظفين من كل أنواعها، مثل الإطفائية في هذا المكان، مثل السدنة، وكل الخدمات التي تقوم في المسجد الأقصى توجد في هذا المكان. هذه الغرفة تسمى غرفة المهندسين القائمين على هندسة المسجد الأقصى والقيام على خدمته، وهكذا. وقبة الصخرة أو صح قبة الصخرة، كل مكان يهبط من هذا المكان، هذا أعلى مكان داخل بنيان المسجد الأقصى الذي مساحته 144 دونم، كل مكان يسمى باي. مثلا هذا المكان الباي تسمى الباي الشمالية، الباي الشمالية والوسطى، هناك الباي الشمالية الشرقية، وهناك الباي الشمالية الغربية، وهذه الوسط هناك مقابل قبة الصخرة البائكة الغربية الوسطى، وفي البائكة الغربية الجنوبية، هكذا. كل بائكة يعني تسمى بالاتجاه التي توجد فيه، يعني في المحيط الشرقي هناك بائكة واحدة، في المحيط الجنوبي هناك بائكتين، في المحيط الغربي هناك ثلاثة بوائك، وفي المحيط الشمالي هناك ثلاثة بائكتين. هذه هي قبة الصخرة التي بناها الملك مروان بن عبد الملك، القبة الصغيرة التي بجانبها تسمى قبة السلسلة، بنيت كنموذج ابتدائي، فلما أعجب بها مروان بن عبد الملك تم بناء القبة الكبيرة. هذه قبة السلسلة، هي القبة الصغيرة التي كانت ابتدائي النموذج الأصلي أو الأساسي للقبة الكبيرة. كما تكلمنا هذه في قبة المعراج، وهناك محاريب على دائرة المسجد، في كل مكان محاريب للصلاة تستخدم الصلاة، وغرف للخدمات. على الأسوار من كل الجهات، على الأسوار هناك بوابات، يعني من هذا الاتجاه هناك البوابة الأولى التي تدخل المسجد الأقصى وتسمى باب الأصباط، من هذا الاتجاه. أما في هذا الاتجاه هناك بوابة أخرى تسمى بوابة باب حطة، في العامية هنا يقول باب حطة، ولكن هي في القرآن باب حطة. ثم هناك باب آخر يدخل إلى مكان المسجد الأقصى أو بنيان المسجد الأقصى يسمى باب الملك فيصل بهذا الاتجاه. ثم بالاتجاه بهذا الاتجاه هناك باب الغوانمة، ثم باب المجلس، ثم باب الحديث، ثم باب القطانين، ثم باب السلسلة، ثم في الاتجاه الغربي هناك باب المغاربة، ثم إلى الدائر هناك أسوار مغلقة من بوابات، حتى نصل إلى منتصف الطريق. هناك بوابتين مغلقتين
تسميان باب التوبة وباب الرحمة. باب التوبة وباب الرحمة أغلقهم صلاح الدين الأيوبي لمنع عمليات النهب والسرقة التي كان اللصوص يستخدمون هذا المكان للدخول إلى بيت المقدس لسرقة الأماكن، فقام بإغلاق البوابتين. ويعتقد اليهود أن هذه البوابات ستفتح في زمن الأعوار الدجال، أو كما يقولون هم المسيح. هذه البوابتين هنا بابين، باب التوبة وباب الرحمة، مغلقين، وهم يطلون يعني في هذا الاتجاه، اتجاه جبل الطور. ما بين جبل الطور وبوابة الرحمة والتوبة هناك مقبرة تسمى مقبرة الرحمة خارج السور، سور بنيان المسجد الأقصى. المسجد الأقصى كان يدور على مساحة مقدارها 144,000 متر مربع. كل دنم في العرف عندنا 1000 متر مربع. هذا المكان كله يسمى بنيان المسجد الأقصى، ويجب التمييز أن بنيان المسجد الأقصى كله مصلى، كله مصلى. وفي داخل هذا المصلى هناك مصليات أو أماكن مسقوفة للصلاة، يعني هذه الساحات التي نمشي عليها هي مصليات ويتم استخدامها للصلاة. يعني في التراويح كانت تعج بالأناس، كلها مليئة. في ليلة 27 رمضان يعني كان في المسجد، في بنيان المسجد، ما يقرب من 350 إلى 400,000 مصلي. لم تكن هناك فجوة لوضع قدم زيادة داخل بنيان المسجد الأقصى، كله كان مليء. يعني تصور 144,000 متر مربع، 144,000 متر، 1000 متر مربع، وفيها ما يقرب من 400,000 مصلى. 400,000 مصلى يعني نسبة ضخمة، يعني المكان كان يعج ويغص بالمصلين. والمصليات المسقوفة، إن هناك مجموعة مصليات مسقوفة، أهمها مصلى قبة الصخرة، وعادة ما يتم استخدامه لصلاة النساء عادة. في الأيام العادية عندما لا يكون هناك ضغط من المصلين، يتم قسمة المكان أو مصلى النساء إلى قسمين، القسم الخلفي للنساء والقسم الأمامي للرجال. يعني تحقيقا لحديث الرسول عليه الصلاة والسلام: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. ولا ننسى أن مع أن هذا المكان مصلى، ولكن الساحات أيضا مصلى، فما ينطبق على آداب المساجد داخل المصليات المسقوفة ينطبق على الساحات من الخارج. فمثلا لا يجوز إلقاء النفايات في الداخل، أيضا لا يجوز إلقاء النفايات في الخارج. لا يجوز التدخين في الداخل، لا يجوز التدخين في الخارج. نفس الشيء، يعني كل الآداب التي تنطبق على المصليات في الداخل تنطبق على المصليات الغير مسقوفة، يعني الساحات أو المصاطب في الخارج أو الغرف في الخارج. ومن الضروري جدا أن ننتبه إلى التسامي أو الأسماء. فهذا مصلى قبة الصخرة، المصلى الذي انطلقنا منه في الابتداء، من الابتداء، والذي كنا نصلي فيه التراويح أو ننقل منه صلاة التراويح خلال شهر رمضان، وننقل منه دروس، يسمى مصلى المصلى القبلي، لأنه الأقرب أو باتجاه القبلي، لذلك يسمى المصلى القبلي. المصلى القبلي يتسع تقريبا إلى 5400 مصلي، 5400 موقع الصلاة داخل المصلى القبلي. هي عبارة عن تقريبا 55 أو 56 صف، كل صف يتسع تقريبا ل 100 مصلي، 100 مصلي، يعني ما مجموعه تقريبا 5000 أو 5500 مصلي. ثم هناك مصليات أخرى يعني بجانب، أو في نسير حتى أنه نلقي نظرة، لا بأس. هناك مصليات بجانب، فمثلا بجانب باب المغاربة، باب المغاربة، وباب المغاربة يعني يجب أن ننتبه، هناك بابين يسميان باب المغاربة. الباب الأول هو باب للقدس نفسها، يعني هو بوابة كبيرة عظيمة على سور القدس تسمى باب المغاربة. وهذه تطل كانت على حارة المغاربة. حارة المغاربة هي منطقة
ما بين السور، سور القدس، وما بين بوابة المسجد الأقصى على حدودها، على حدودها، والتي يعني تطل بجميعها أو كل حائط البراق. كل حائط البراق كان جزء من حارة المغاربة، وهو سور ما بين حارة المغاربة وما بين المسجد الأقصى. هذه الحارة يعني قام صلاح الدين الأيوبي بإعطائها للمغاربة يعني امتنانا واعترافا لجهودهم في تحرير بيت المقدس. يعني كان للمغاربة أو حملة الأعلام يقال لهم العالمية، ولا زال هناك عائلات حاليا من دار العالمي، نقول دار العالمي نسبة إلى المغاربة حملة الأعلام الذين قدموا وقاموا بتحرير بيت المقدس مع صلاح الدين. وكما قام المغاربة بتحرير بيت المقدس مع صلاح الدين، نعتقد أن المغاربة سيكون لهم دور أساسي، وهم المذكورين بحملة غايات الصف في زمن المهدي، سيكون من أنصاره في فتح روما إن شاء الله، ثم التقدم من روما إلى فتح بيت المقدس وفتح الدجال، بمعنى قتله والسبب في الانتصار في هذه المعركة النهائية التي ستكون فيها فتح بيت المقدس. فهناك بجانب باب المغارب والذي هو باب من أبواب المسجد الأقصى، مصلى يسمى أيضا مصلى البراق. مصلى البراق يعني كان مصلى مسقوف، حلقة وصل يمكن الدخول منه من حارة المغاربة والصعود إلى المسجد الأقصى. طبعا الآن يعني تم إغلاق المدخل من اتجاه حائط البراق، لأن حائط البراق الآن محتل واليهود قامت باحتلاله، وضع اليد عليه في عام 67 مجرد أن دخلت وقامت باحتلال بيت المقدس. أول شيء قامت به هو الاستيلاء على حي حارة المغاربة وطرد كل سكانها، كانت تحتوي مئات البيوت وآلاف الساكنين، طردتهم جميعهم وهدمت حارة المغاربة وقامت بالاستيلاء على الحائط وهو حائط البراق، وغيرت اسمه من حائط البراق إلى حائط المبكى. حائط المبكى أو الحائط الغربي في اللغة الإنجليزية يقولون ويسترن وول أو ويبينج وول، يعني حائط المبكى الذين يبكون عليه، يطلبون الإذن من الله سبحانه وتعالى أن يعطيهم إذن في الدخول إلى المسجد الأقصى، ولكن هيهات أن يأتي الإذن، فقد حرم الله سبحانه وتعالى دخول المسجد الأقصى، وهذه الحرمة ستكون أبدية إن شاء الله إلى آخر زمان. عليكم السلام ورحمة الله. الله يفتح عليكم يا شيخ، يرضى عنكم منا ومنكم صالح العمل إن شاء الله. هذا باب السلسلة كما قلنا، بابي نقول عنهم بابي السلسلة، لأن هناك بابين متجاورين أحدهما مغلق والثاني مفتوح، لكن كانوا يفتحوا عند الحاجة، وهذا يدل على عظمة أعداد المصلين التي كانت تدخل إلى المسجد الأقصى في الزمن السابق. يعني تصور بابين عظيمين متقابلين متجاورين يعني للدخول، لدخول الناس أو إدخال الناس إلى المسجد الأقصى، يدل على عظمة الناس أو الضغط العظيم الذي سيكون على المسجد. هذه المصاطب أو هذا الرواق الطويل الذي يمتد ما بين باب السلسلة باتجاه الجنوب حتى نهاية المسجد الأقصى، هذا كله مقابله من الجهة الأخرى، يعني سيقابله نزولا تقريبا 10 أو 15 متر إلى الأسفل، سيقابله من الجهة الأخرى هو حائط البراق الذي قام الرسول عليه الصلاة والسلام ليلة الإسراء والمعراج بربط البراق، وهي الدابة التي كانت خطوتها على مد البصر، بربط البراق في هذا الحائط، وسمي البراق تيمنا بهذه الدابة. وفي الحديث أن هناك حلقة في الحائط تسمى حلقة البراق، وهذه الحلقة اعتادت الأنبياء أن تربط فيها البراق عند المجيء إلى المسجد الأقصى، مما يدل على أنه عملية الإسراء لم تكن لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، ولكن هناك مجموعة من الأنبياء تم الإسراء بهم إلى المسجد الأقصى، يعني تبيانا لعظمة مكان المسجد الأقصى على الزمن أو على مر الأزمنة أو على مر حياة الأنبياء. كما قلنا يعني إحنا نسير باتجاه باب المغاربة، فهناك المصلى المسقوف داخل أو مجاور لباب المغاربة، والذي يسمى أو يطلق عليه مصلى البراق،
وعادة يعني هو مصلى صغير، ولكن كان المغاربة يقومون بالصلاة في أثناء سكنهم في حارة المغاربة، يعني يدخلوا من اتجاه الحارة أو حارة المغاربة من الخارج إلى هذا المصلى، فمنهم من يصلي في المصلى ومنهم من يدخل باتجاه المصلى القبلي أو المصليات الأخرى داخل المسجد الأقصى. هذا هو المدخل لمصلى البراق، وهو مغلق، وكما قلنا يعني عادة يعني يكون مغلق في الليل ويفتح في النهار. وهذا هو الباب، باب المغاربة الذي يطل على حارة المغاربة من الخارج. هذا الباب يعني مفاتيحهم بيد اليهود، يعني هم الذين يتحكمون بالدخول والخروج، وعادة ما يستخدم لإدخال المستوطنين في اقتحاماتهم للمسجد الأقصى، أو كما يقولون هم الزوار في الفترة الصباحية التي تمتد بين الساعة 7:30 حتى 11:30 صباحا، يعني في الفترة الزمنية التي يكون الرباط فيها ضعيف، لأن الناس في هذه الفترة تخرج إلى أعمالها وأشغالها. بعد باب المغاربة هذا المتحف، يسمى المتحف الإسلامي داخل المسجد الأقصى، وإن نظرنا في نهاية المتحف هناك إحدى المآذن الأربعة التي توجد على أطراف المسجد الأقصى، هذه المأذنة الجنوبية، وهناك السور الذي يمتد ما بين المتحف إلى المصلى القبلي. هذا كان في الزمن السابق كله عبارة عن جزء من المصلى القبلي، يعني المصلى القبلي حاليا يتكون من 7 أروقة، الرواق هو عبارة عن مدخل أحد الأبواب، فكانت هناك مجموعة من الأروقة الأخرى التي تمتد من المسجد القبلي باتجاه المتحف الإسلامي أو باتجاه باب المغاربة. كان هناك أيضا 4 أروقة أخرى بهذا الاتجاه، إضافة لأربعة أروقة أخرى بالاتجاه الآخر من الجهة الأخرى، يعني 8 أروقة بالإضافة إلى الأروقة 7 الحالية الموجودة. يعني كان المسجد القبلي أو المصلى القبلي يتكون من 15 رواق، ولكن انهدمت هذه الأروقة بالزلازل على مر الزمن، وتم عمارة المسجد الأقصى. يعني أول شيء تم بناء المصلى القبلي من 4 أروقة، هي الأروقة الشرقية الأبعد بالاتجاه الآخر، وبعدها يعني عندما تمكنوا أضافوا الأروقة 3 الأخرى، ولم يتمكنوا من إضافة الأروقة 4 الأخرى بهذا الاتجاه أو الأروقة الأخرى بالاتجاه الآخر، فكان الاحتلال قد حصل. وعند دخول الاحتلال للمسجد الأقصى يتم منع أي عملية ترميم أو بناء للمسجد الأقصى في كل حال. في السور الجنوبي هناك مصلى في الوسط يسمى مصلى النساء. كانت النساء تعتاد أن تصلي في هذا المكان، ولكن هذا المصلى والذي لا زال يطلق عليه مصلى النساء وهو ما بين المتحف والمصلى القبلي يستخدم حاليا كمكتبة ومكتبة كتب ومكتبة من خلال أو مختبر للحاسوب يتم استخدامه من قبل الطلاب. يعني نرجو من الإخوان عدم الاتصال على الهاتف لن يقوم باستخدامه. كما قلنا هذا المصلى القبلي عبارة عن 7 أروقة كما نرى، اللي هي 7 أبواب، وعادة يستخدم لون في طلاء الأبواب وهذا الرواق الأوسط هنا. الرواق الأوسط هو الذي يأتي باتجاه مصلى قبة الصخر، هذا الرواق الأوسط. هناك 3 أروقة غربا و3 أروقة شرقا، بالإضافة إلى 4 أروقة مفقودة يعني مهدومة في بالاتجاهين، 4 من هذا الاتجاه و4 من هذا الاتجاه. يعني كان الأصل عندنا 15 رواق. وإن شاء الله يعني بعد ما الله سبحانه وتعالى يحرر بيت المقدس والمسجد الأقصى من قبضة المحتل الغاصب سنعيد بناءها كما كانت إن شاء الله 15 رواق. وكما قلنا هناك مصلى قبة الصخرة. هلا في الاتجاه الآخر هذه الساحة سميها الساحة الشرقية، هي ساحة فارغة حاليا، وتأمل بني إسرائيل ويأمل الشيطان وحزبه أن يتمكن من بناء هيكل كفري في هذا المكان
تستخدموه لعبادة الشيطان لإظهار وإخراج الأعوار الدجال في هذا المكان. منا ومنكم صلاة هامشي يرضى عنك إن شاء الله. الله يجزيك الخير، أنت بخير إن شاء الله، يرضى عنك. ثم كما قلنا باتجاه يعني عندما نقوم بالدوران من الساحة الشرقية، هناك المصلى المرواني، المصلى المرواني تحت الأرض، وهناك المصلى القديم، المصلى القديم. يعني إن جئنا للمصلى القبلي هناك مدخل ينزل أو يهبط هبوطا إلى الداخل، سأريكم المصلى إن شاء الله. هذا يسمى المصلى القديم، والمصلى القديم يعني يأخذنا إلى مكان صلاة، إلى مسجد أو مصلى كامل في الأسفل. هذا المصلى القديم، هذا يطلق عليه المصلى القديم، وبناء قديم جدا والحجارة فيه عظيمة الحجم. إن شاء الله في يوم من الأيام سأقوم بتصوير المكان لكم بإذن الله سبحانه وتعالى. هذا المصلى القديم. لماذا يوجد مصلى قديم ولماذا يوجد مصلى جديد؟ قلنا أن البيت المقدس تعرضت إلى مجموعة من الزلازل، وأحيانا يكون أسهل على القائمين على المصليات والمسجد الأقصى أن يقوم ببناء فوق الردم، أسهل يكون من إعادة أو إصلاح الأبنية المتضررة. وهناك مصليات تحت الأرض التي كانت تأتي أو كانت موجودة قبل الزلازل موجودة. هناك مصلى المرواني، وثم هناك السور الخارجي الكامل كما قلنا امتدادا هذا السور يصل إلى بابي الرحمة والتوبة، وهما مغلقان. وكما قلنا من الابتداء أن اليهود تعتقد أو تظن أنه عند فتح بابي الرحمة سيظهر الأعور الدجال، لذلك هناك قبضة حديدية شديدة على المقبرة التي يطل عليها هذين البابين، تحاول بقدر الإمكان الاستيلاء على مقبرة باب الرحمة حتى تكون الأبواب من الخارج مع أنها مغلقة بيدها، ولكن حتى تقوم بفتحها، لأنه فتحها بالنسبة لهم سيكون سبب في ظهور وخروج الأعور الدجال، فهي تقوم بكل ما يمكنها أن تقوم به في هذا المسافة التي تفصل ما بين قبة الصخرة، مصلى قبة الصخرة والمصلى القبلي أكثر من 150 متر. هذا المصلى القبلي، ولذلك يعني أجاز العلماء بجواز إقامة صلاتين في نفس الوقت، صلاة منفردة في كل مكان في المصلى قبة الصخرة وأخرى في المصلى القبلي. وعادة الصلاة التي تقام في مصلى قبة الصخرة تكون سريعة لمن أراد أن يتعجل في الخروج لأعماله أو أشغاله أو الدنيا التي يحياها. أما الصلاة في المصلى القبلي فتقوم براحتها، يعني تأخذ وقت أطول لمن كان معه وقت أو أراد الجلوس والرباط في داخل المسجد، فتكون عادة صلاتين. طبعا أيام الجمعة هناك صلاة واحدة وإقامة واحدة، وتفتح المايكات أو الميكروفونات في كل الأماكن، يعني الإمام يكون يصلي ويؤم من نفس المكان في المصلى القبلي، ولكن الأصوات أو الصوت يكون مفتوح على قبة الصخرة. هذا يعني شرح بعجالي عن المسجد الأقصى إن شاء الله. إذا حدا في عنده سؤال بحب إنه يسأله أو يطرحه، يعني إن شاء الله يعني نجتهد في الإجابة عليه. بارك الله فيكم وجزاكم كل خير، ويعني أعاد علينا رمضان. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، فهو من أفضل الأيام التي نحياها خلال العام. طبعا يعني العشر الأواخر من رمضان إليه فضلها عظيم جدا جدا، يعني نحسبه بفضل العشر الأوائل من ذي الحجة. هناك من احتار في الإجابة أيهما أفضل، العشر الأواخر من رمضان أو العشر الأولى من ذي الحجة، ولكن أعتقد أن وجود ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان تعطيها قيمة وفضل عظيم، وهي مذكورة في القرآن الكريم. هناك من قال والفجر وليل عشر، يعني أول قول الله سبحانه وتعالى إلى أن الليالي العشر هي الليالي العشر الأخيرة من رمضان. هناك من قال أن العشر هي العشر الأوائل من
بالحجه لذلك ان شاء الله نحرص على جمع الاثنتين معا دائما العشر الاواخر من رمضان والعشر الاواخر من الحجه نقوم فيها الليل ونذكر فيها الله سبحانه وتعالى ونسبح ونكبر ونهلل ونستغفر ونقرا القران ونقوم بالاعمال الصالحه ان شاء الله وفيها ثواب عظيم من عند الله سبحانه وتعالى ولا ننسى ان هذه الدنيا ضرور وهي يحاول فيها الشيطان أن يلهينا فيها عن ذكر الله وأن يضيع فيها العلاقة التي بيننا وبين الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يجعل هذه الدنيا أكبر همنا ولكن أن نبقى على إدراكنا أن علاقتنا وأن حياتنا إنما هي لله سبحانه وتعالى. قل إن حياتي ومماتي قل إن نسكي وحياتي ومماتي لله سبحانه وتعالى رب العالمين. يعني نذكر انه بعد ذهبي الرحمة والسكينة في الزاوية الشرقية الشمالية هناك باب الأصباط ونذكر ان الأصباط هم ابناء سيدنا يعقوب عليه الصلاة والسلام الأصباط الاثني عشر ومنهم سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام لكن هذا الباب سمي يعني تيمنا بهم. نحن نحب سيدنا يعقوب هو رسول نبي من أنبياء الله سبحانه وتعالى ونحن أولى فيه من الكفار الذين قال عنه سبحانه وتعالى الذين أشركوا بالله سبحانه وتعالى. نحن أولى بسيدنا يعقوب الذي يقال عنه أو أسماء الله سبحانه وتعالى وطلب أن يكون اسمه إسرائيل بمعنى عبد الله أو صفوة الله. بعد باب الأصباط هناك هذا الباب الذي نراه حاليا باب حطة وباب حطة تيمنا يعني أخذت من القرآن الكريم في قول الله سبحانه وتعالى وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم يعني حتى أن الله سبحانه وتعالى في هذه الكلمة التي تم وضعها بتشكيل يعني لم تؤخذ كأنها مفعول به الله سبحانه وتعالى يعني لما جعلها كلمة مشكلة داخل القرآن الكريم وقولوا حطة فلم يقل قولوا حطة حتى أنه يظهر لنا أنه جهز هذه الكلمة حتى بالتشكيل المفترض أن يلفظوا به ولكنهم رفضوا أن يقولوا حطة وقالوا حنطة يعني يفضلوا أن يطلبوا نعم الدنيا على أن يغفر لهم سبحانه وتعالى ويحط عنهم خطاياهم. فهذا هذا الباب يعني يسمى بباب حطة تيمنا لهذه الكلمة ونذكر فيها أنفسنا أن حط الخطايا من أهم الأمور التي قد نطلبها من الله سبحانه وتعالى عند دخولنا إلى المسجد إلى بيت الله سبحانه وتعالى. فأن نقول حطة وأن نستغفر الله سبحانه وتعالى أثناء وجودنا ودخولنا إلى المسجد الأقصى بإذن الله هذه ستكون من أفضل وأعظم الأعمال عند الله سبحانه وتعالى. ثم إن قمنا بالإكمال يعني بهذا الاتجاه يعني نصل إلى باب الملك فيصل أو يقال أنه الباب العتم لأنه المنطقة اللي موجودة يعني هي قبة أو قنطرة نقول عنها قنطرة مغلقة لا نوافذ فيها فيكون المكان مظلم عند الدخول من المدخل الخارجي حتى وصولا إلى الباب الذي يقوم بإيصالنا داخل المسجد الأقصى يكون عتم فيقال عنه الباب العتم. ما راح شفت واحد ما تعرفش تروح على شقة عم خلينا أعرف شوف لا حول ولا قوة إلا بالله يعني يقال عنه الباب العتم أو باب الملك فرسان. ثم اتجاهه